اهلين بروان، اهلا وسهلا فيك. بعد زمان وينك هالغيبة؟ وانت يا ام برداس وليش ما عاد شفناك؟ والله انا بتعرفي كاتب وطول النهار بالشغل. يعطيك الف عافيه. وانت بتعرف كمان والله مشاغل الحياه. اهلا وسهلا. بس ما بدي تقول عني مصلحجيه، يعني انا اليوم جايتك عن جد بمصلحه. حاجتك بقى هو موضوع شخصي شوي. بتعرفي حالك ما بتخجلي. الله يسلمك يا رب، تضلك سالم. هلا بعرف انه حضرتك من ادلب، انا جاي اسالك عن شخص. اهلا وسهلا. شو الموضوع قبل؟ الموضوع يعني شخصي بقى. هو موضوع شخصي يعني خطبه؟ بصراحه خطبه. تمام. ايه اسمه محمد جابر ابو محمد. ليكون ابو تركي. ابو تركي. إيه الحمد لله يعني وصلت. يعني لا هذا معروف، هذا مشهور عنا في ادلب. ليش؟ لانه هو بالاصل شخصيه فيها منفخه، هي بيعمل لحاله هاله. يعني ايمت ما جيتي هو بيقول انا ابو تركي وانا شجاع وانا بضايق من الحكي. منفخ من الاخر. إيه لا، وعنده جانب من منفخه بجوز ما موجود عند غيره. انا ابو تركي اكثر شخص في سوريا مرتي بتطيعه. اذا في حدا في سوريا مرته بتطيعه اكثر من مرتي، مرته اسمها السوم. اذا حدا عنده مرة مثل السوم انا بكون ماني ابو تركي، ولا بربي شوارب ولا بمشي بين العالم. والله هدول الشباب رفقاته في القهوة مرة من المرات قالوا له يا أخي أنت بصراحة عم تتمنفخ شوي. يعني شو بسوريا ما في أرجال منك وما حدا بطيع مرته؟ قال له أخي بيقول المثل المي بتكذب الغطاس. تفضلوا لعندي على المشروع، على بستان يعني محل ما بيقعد بالصيف وبتشوفوا. بدي ورجيهم مرته 50 جوم. بدي فرجيهم الخدمة اللي هن ما مصدقين انه بتوصل لمستوى اللي هو عم يحكي فيه. طاعة. فبيروحوا لعنده بيعزمهم على غدا او شغلة. ففعلا لما راحوا لهنيك شافوا انه السوم مثل الماكينة بتبرم حوالي الضيوف، انه هذا بده تجيب لهم مدات تمد. بدون شاي بتجيب لهم شاي، بدون قهوة بدون ما يقولوا، أو هو بيأشر له أو بيحكي معه كلمتين تفهم لحالها بتجيب. يعني بسم الله، هاتي عنب، هاتي تين، هاتي جوز، هاتي أكل، هاتي. بعدين في له طلبات منطقية ضيافة وفي طلبات غير منطقية. يعني مثلا بيمسك هيك كاس شاي بشمه بشمئز أبوه. طب مأنف كمان. بس اشمئز، بتروح بتشيل الشاي بترجعها بتغليها بتغسل الكاسات من جديد بتجيبها مره ثانيه، ولا بتفتح تمها. هي انت مساكي. السوم ماكينه، يعني مثل لما بغني ابو حسين تلاوي برمت مثل الماكينه صلى على النبي. ابدا هاي هي. المهم هذا بعد ما خلصوا وتمنفخ كثير قالوا له خيو واحد منهم انه لحد الان منيح يعني، بس مو هذاك الشيء الخارق. قال له ما وصلنا نحن. هو ما بيعرف يقول بيت القصيد. هاي من عندي يعني. هو ما بيعرف يقول بيت القصيد. قال لهم هلا وصلنا بما معناه لبيت القصيد. قومي يا اسوم اسحبي مي من الجب بالدلو بالقادوس وطلعي على السطح كبيها في المزراب بترجع على الجب. اوف، يعني عمل عبثي. فهي ما قالت لا ابدا، عبت طلعت. فكروا الناس انه تجربه، فهي ظلت تعبي وتطلع وتفضي وينزل على الجب، الى ان واحد من القاعدين هيك رجل فهمان وهيك قام عصب وصار يصيح لك عيب عليك لك ابو تركي، لك هاي انسان، هاي ما حيواني، هاي ما في حدا طلع فيه نخوه قاعد عم يتشنفر. عصب عليه وقام هذا الزلمه ابو فلان اسمه، لبس الكندره تبعه ومشي. بعد شوي رجع قال لي يا اختي يا ام تركي انا باسمي شخصي بعتذر لك، انا ماني مفوض بهدول الناس يعتذروا لك. الله محيي اصلا. فانا بدي اعتذر لك. واخذ حاله وراح على البيت. لما حكى لها لام فلان مرته صارت تضحك. قام كمان عصب قال لها ليش عم تضحكي؟ عم احكي لك هذا الحيوان شو عمل ومعصب منه. قالت له انا ما عم بضحك لانك عم تحكي لي، انا عم بضحك لانه انت اعتذرت لهي المره. انت مفكره بتسمع هاي المره طرشه كمان. يا عم تنفذ هيك لا عن عبس. لا وبيقول لها انت كيف عرفتي طرشه؟ هي بالاصل انا بعرفها قبل ما يتجوز هذا الزلمه. ما هي طرشه. قالت له هو طرشه قد ما بيقتلها على بالكف. الله يكسر ايدك. اول مره روح لها 25% من السمع، ثاني مره 75%، بالاخير هلا يا دوب بتسمع شوي يعني. فهون ابو فلان زعل كثير
قال انه هذا الزلمه انا بحياتي طول عمري ما بقى بحكي معه، وانا بدي اعتبر هذا الشخص غير موجود في تاريخ حياتي. هذا هو ابو تركي. يا علي على هالاستشاره، يعني بس عنيف ومنفاخ كمان. بس ما يكون الخطبه لا دخيلك احلى شيء. لا والله لمين؟ لا الحمد لله. خالتي. لا ليلى دير بالها، لانه الحواس تبعها يعني هلا اصلا هي هذيك المره السوم، يعني هي مو بس عم تطيعه لانه هي بتحب جوزها او بتطيعه او ما انا هيك فكرت بنص القصه، قلت يعني يا لك يا خالتي والله. لا هي حفاظا إنه على بقيه الحواس. يا حرام انا روح للسبع ما بتعرف شو بعدها. يا علي اذا خالتك مضحاي بامورها تفضل. لا خلص سلم ايديك والله يا ابو مرداس، عرفت انا لوين اجي وعرفت مين اسال. ديري بالك. لا خلص اوكي وهيك شيء.